يعني حقيقة حتى لما أنسأل في أي قناة أخرى أو من خلالكم قمنا نتخوف نقول توقعات لأنه المفاجآت كثيرة. بس نجي نحلل ليش هذه المفاجآت. أنا وجهة نظري وأكيد قاعدين يمكم ناس على مستوى عالي في كرة القدم وناس راقين وحكيهم ما شاء الله. الآن من وجهة نظري هاي المفاجآت راح تختفي في الدور الثاني. ليش؟ نعم. في الدور الأول الفرق الكبيرة تفاجئ، يعني الفرق الكبيرة تفاجأت. ليش؟ لأنه أصلاً أدواتها مكشوفة للفرق الضعيفة. يعني إذا تيجي على منتخب فرنسا وتقيس كل لاعبيهم اللي يلعبون بريال مدريد وكذا يشافون أسبوعياً والناس تتابعهم واللي يلعب باريس سان جيرمان واللي يلعب سلام بالسيتي فالفرق الضعيفة عيني الكاميرون تفوز على البرازيل الدقيقة 92 1-0 هاي المفاجأة. إيه هذا شوف إيه إحنا مثل اتفقنا البرازيل إيه الآن بالأدوار الأولى. شوف الرؤية عند الفرق الكبيرة عن الفرق الضعيفة قليلة لكن بعد 3 مباريات وانتقالهم إلى المرحلة الثانية الآن تعرفوا معدوم فريق من المحللين ومن الخبراء والمدربين والله أعلم شو قاعدين على المدرج وشون يحللون الفرق اللي يتوقعون إنه المجموعة اللي راح تقابلهم من اللي راح يصعد من هاي المجموعة حتى يقابل البرازيل أو فرنسا. فلهذا الآن أصبحت عندهم رؤية من خلال 3 مباريات على الفرق اللي راح يلعبون وياها في الدور الثاني. فأنا أتوقع انه المفاجآت تختفي بالدور الثاني. يعني شفنا حتى اليابان اللي فاجأ العالم في مع المانيا مع اسبانيا لكن فاجأت اليابان كوستاريكا. نعم نعم هذا يعني اللامنطق فيه يعني عندما تقرأ الموروث لهذه المنتخبات المتبارية فيما بينها.